أذهب أكم شهر في 2004 في بريطانيا، يعني اللي أنشأت إسرائيل، بريطانيا اللي أنشأت إسرائيل، سألوهم سؤال للشعب البريطاني: مين أقبح دولة في منظارك؟ يعني صورتها قبيحة، هاي بتيجي تماما في قضية ليسوء وجوهكم. كان السؤال على فكرة بتعلق بإيش؟ أقبح دولة بمنظارك مين؟ اللي أخذت الأولى إسرائيل. عجيب، بس احنا بنعرف انهم بأيدوا إسرائيل. انت بتعرف انهم بأيدوا السياسات العليا هاي، كثير منهم بعد ما ينزل من الحكم شوف شو بكتب على إسرائيل. ليش شو كتب كارتر على إسرائيل لما نزل من الحكم؟ ما هو كتب كتاب كامل عن إسرائيل بعد ما نزل من الحكم كارتر. ايش قال عن إسرائيل؟ ايش قال عن إسرائيل؟ معناته شو اللي بيخليه هذا وهو في السلطة يتصرف بطريقة، لما بينزل من السلطة بيختلف وضعه في متغيرات. اذا تظنوش المسألة زي ما انت يقال، في متغيرات كثيرة هم بيشعروا فيها اكثر منا، هم بيشعروا فيها اكثر منا. الان ايش انفضحوا امام الشعوب كلها، الشعوب عم بتقول لهم احنا عيدناكم وشفقنا عليكم من هتلر والمذابح اللي قام فيها وتفاصيل كلها و بعدين بتصيروا اوسخ من هتلر، اوسخ منه. ليش انتم بتصوروا انه البشر يعني كلهم سيئين زي حكوماتهم؟ شعوب سيئة زي حكوماتها؟ حتى الحكومات، حتى اللي بيكونوا في السلطة بيكونوا احيانا، خصوصا في الدول الديمقراطية هاي اللي الاعلام والتفاصيل بيأثر في صورته، وفي لوبي لوبيات وتفاصيل بتأثر فيه بتخلي حتى وهو كاره يمشي في طريق معين. هذا شيء، والمتغيرات على الارض شيء ثاني بين الشعوب. لذلك مش راح تشوفوا إسرائيل في المستقبل إلا أسوأ صورتها. على كل، إذا صار واضح الآن كيف وصلت الناس إلى أنه إسرائيل هذه انفضحت، صورتها أصبحت سوداء. كيف؟ مين أساسه؟ أول ناس أنتوا، أنتوا اللي أسأتوا لها. هم بالكم، هم في الدبابات كانوا محاصرين مثلا المقاطعة ومدمرين، وهالإعلام يقول شوف، وقاعدين قال بتبجحوا قال بدباباتهم حول الأبنية ومش منتبهين إنه هذا إيش يعني قاعد بعمل الآن؟ إيش بعمل قاعد هذا الآن؟ ويما أجت فرصتهم تمام، يا سبحان الله، في فضائيات وفي إنترنت وكل شيء تمام ومسجل الآن. يعني مش رح يكون في نقاش في المستقبل. يعني اليوم عم بيشككوا كثير في قضية ما يسمى بمذابح هتلر وما يسمى شو بسموها هي الهولوكوست. في كثير الآن بيشككوا قاعدين، مع انه ديروا بالكم عم بيحاسبوهم الناس اللي بيشككوا، لانه المعلومات يعني في تضارب وفي تفاصيل. بس اليوم ابدا كله بالصوت والصورة وقحتهم كمان.